كيف حالكم أول؟ كيف أصبحتم؟ أتمنى أن تكون دوما بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي في مادتنا مادة اللغة العربية سنكمل ما بدأنا به في وحدتنا، وهي نأتي الآن إلى المحادثة لننسخ أنا وأنتم الدرس بجانب الصور كما تعودنا. لذلك جهزوا كتابكم بجانب الصور ورسموا خطوطا بجانبها لهذه الصور لننسخ أنا وأنتم نصنا على الكتاب إن شاء الله تعالى. وإذا أردتم أن تنسخوا الدرس على الدفاتر هذا لا بأس به، فتتدربون على الكتابة إن شاء الله أكثر أنا وأنتم. لنبدأ أنا وأنتم بهذه البرمجية ونرى أولا نتحدث عن الصور، بعدها ننسخ بجانب الصور. جهزوا كتبكم يا أول وأقلامكم لننسخ أنا وأنتم الآن على الكتاب. نحن يا أول في وحدتنا وحدة البطاقة أو بطاقة شكر، بطاقة شكر. تعالوا الآن إلى أول صورة لدينا، ولكن قبل أن نأتي للصور عفوا نريد مراجعة نص استماعنا. نص استماعنا: قالت هالة في الإذاعة المدرسية. قالت هالة في الإذاعة المدرسية: السلام عليكم معلمي العزيز، معلمتي الغالية، تعلمنا القراءة والكتابة والحساب، ونجحنا إلى الصف الثاني، شكرا لكما. هذا يا أول كان نص استماعنا، كانت بطاقة شكر من هالة لمعلميها لأنها تعلمت منهم القراءة والكتابة والحساب ونجحت إلى الصف الثاني. أما الآن تعالوا لنرى صورتنا الأولى. في هذه الصورة يا أول ماذا نشاهد؟ أحسنتم، نشاهد طالبة تقف ومعها مايكروفون. إذا هي كما قلنا في نص استماعنا أنها هالة وهي في الإذاعة المدرسية. كان نص استماعنا: قالت هالة في الإذاعة المدرسية السلام عليكم. حيت تحية الإسلام، بعدها شكرت معلميها. هذه إذا هي هالة، هي هالة في الإذاعة المدرسية. تعالوا نرى الصورة الثانية، ماذا نرى هنا؟ أحسنتم، نرى طالبة تقرأ مدرستي بيتي الثاني، فهي تقرأ تقوم بعمليات القراءة. وهنا نشاهد ولدا أو طالبا يقوم بعمليات الجمع، إذا عندي قراءة وكتابة. وكما في نص استماعنا يا أول يقول لنا: تعلمنا القراءة والكتابة والحساب. تعال نرى الصورة الأخيرة لدينا، ماذا نرى هنا يا أول؟ أحسنتم، نرى مجموعة من الطلاب يمسكون بأيديهم أوراق، ماذا يكتب عليها؟ أحب معلمتي. إذا هذا هو يا أول هي البطاقة التي قدموها لمعلميهم كما قلنا في درسنا أو نص استماعنا. شكرا لكما، هي بطاقة شكر للمعلمين لأنهم تعلموا منهم القراءة والكتابة والحساب وغيرها. إذا يا أول هذه كانت صورنا. أما الآن جهزوا صوركم وكتبكم لننسخ أنا وأنتم بجانب أول صورة نصنا. ها هو سطري أنا الآن لأكتب عليه معكم. جهزوا كتابكم، سطروه لنبدأ أنا وأنتم بالنسخ على الكتاب. نبدأ أولا بالصورة وهي صورة هالة التي تقف في الإذاعة المدرسية. لنبدأ أولا ب قالت. اكتبوا يا أول قالت، لا ننسى عندي حركة وسكون لت. قالت هالة
هالة هالة هالة قالت هالة قالت هالة في في قالت هالة في في الإذاعة الإذاعة قالت هالة في الإذاعة. في كلمة الإذاعة يا أول لام قمرية، أحسنتم، كلمة الإذاعة لام قمرية. إذن عندي قالت هالة في الإذاعة. نأتي الآن لسطر آخر لأنه انتهى السطر الأول، ونرسم سطر آخر لنكمل جملتنا يا أول. المدرسية المدرسية قالت هالة في الإذاعة المدرسية. أيضا نوع اللام يا أول في كلمة المدرسية، أحسنتم، لام قمرية لام قمرية. إذا كتبنا قالت هالة في الإذاعة المدرسية. ماذا قالت؟ أحسنتم، السلام عليكم. إذا نكتب السلام السلام السلام. نوع اللام فيها شمسية، نوع اللام فيها شمسية. قالت هالة في الإذاعة المدرسية السلام السلام. سأرسم سطرا آخر لقائي أقوم بتكملة جملتي. السلام عليكم السلام عليكم. قالت هالة في الإذاعة المدرسية السلام عليكم السلام عليكم. معلمي معلمي على اللام في كلمة معلمي شدة يا أول. معلمي معلمي العزيزة العزيزة معلمي العزيزة. إذن قالت هالة في الإذاعة المدرسية السلام عليكم. معلمي العزيزة معلمي العزيزة. معلمتي معلمتي الغالية الغالية. قالت هالة في الإذاعة المدرسية السلام عليكم. معلمي العزيزة معلمتي الغالية. نأتي الآن إلى الصورة الثانية يا أول، وهي صورة الطلبة الذين يقرؤون ويجمعون. لنكتب بجانبها الجملة التي تليها وهي تعلمنا القراءة والكتابة والحساب. نأتي أولا إلى السطر الأول ونكتب تعلمنا 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 القراءة القراءة تعلمنا القراءة و تعلمنا القراءة و الكتابة الكتابة تعلمنا القراءة و الكتابة و أحسنتم الحساب. إذن الحساب تعلمنا القراءة والكتابة والحساب. تعلمنا القراءة والكتابة والحساب.
نكتب بجانب هذه الصورة تعلمنا القراءة والكتابة والحساب. نأتي لصورتنا الأخيرة يا أول، وهي سنكتب بجانبها نجحنا إلى الصف الثاني. نكتب بجانب هذه الصورة يا أول ونجحنا إلى الصف الثاني. ونجحنا و نجحنا نجحنا ونجحنا إلى إلى ونجحنا إلى الصف الصف ونجحنا إلى الصف. نرسم سطرا آخر لنكتب الثاني، وهنا يا أول يوجد شدة، نكتب هنا الشدة، لا يوجد حركة عليها لأنها معها ألفا ممدودة. ونجحنا إلى الصف الثاني الثاني. شكرا شكرا لكما شكرا لكما. ونجحنا إلى الصف الثاني شكرا لكما شكرا لكما. هذا يا أول كان نصنا، أو هذا كان نصنا اليوم على الكتاب بجانب الصور. وكما قلت لكم النسخ على الدفاتر، إذا أردتم أن تنسخوها انسخوها هذا النص على دفاتركم لكي تتدربوا أكثر على الكتابة، لكن ليست واجب لكم، وأريد منكم النسخ فقط على الكتاب لكي ترفقوه لي على المنصة كما نسخناه الآن على البرمجية. وأريد منكم الآن يا أول أن تستعدوا معي لنحل أنا وأنتم التمارين في يومنا التالي إن شاء الله لنكمل وحدتنا أنا وأنتم إن شاء الله على خير. ألقاكم على خير أحبتي الصغار، دمتم بحفظ الرحمن وحبه دوما إن شاء الله. إلى اللقاء.